السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام، مرحبا بكم في قناة ياسين للمعلومات. في هذه الحلقة أو في هذا الدرس جيت ولا أتقسم لكم فكرة من المواضيع الهامة والتي سأقول لكم، هو كيفية تحصيلك على هاتف ذو ميزة 2 جيجا في الرام و16 في ستوكاج. كيف تتحقق أو تتوصل بهذا الهاتف؟ ما عليك إلا تتبع هذه الخطوات أحبابي في الله، وهذا ما نقول من أخونا صاحب قناة بريزما للمعلومات. هذا الهاتف هو عبارة عن MDG، هذه شركة قامت بوضع مسابقة تقوم بالتحصيل على 20 هاتف أحبابي في الله. كيف ذلك؟ طرق سهلة وبسيطة، وحفت هذه الفكرة وأردت أن أتقاسم معكم جميعا قصد أن يتم التنفع بها أحبابي في الله، ولما لا أكون سبب في تحصيلك على هاته أو هذا الهاتف أحبابي في الله. طريقة أو كيفية أن تقوم بالاشتراك في هذا السحب، ما عليك إلا الذهاب إلى هذا الرابط الذي يوجد أسفل الفيديو وموقع علي بابا ووضع هذا الهاتف أحبابي في الله في بعض ديال مشترياتك أحبابي في الله. هذا هو الهاتف وهذه المميزات الخاصة به، وبعد ذلك تقوم بالذهاب إلى الرابط الثاني وتسجل هاته أو هذه الواجهة التي تقوم بالظهور أمامكم أحبابي في الله. وما لك إلا تتبع هذه الخطوات البسيطة، مثلا أن تقوم بوضع لايك في فيديوهات أو مشاركة، أو يمكنك من خلال هذا أن تشارك في قناة ما، وهنا مشاهدة فيديو وبعد ذلك مشاهدة فيديو آخر، وهنا فلاور في باج الخاصة بهذا الموقع، وكذلك في الانستغرام وكذلك في تويتر وغير ذلك من الأمور البسيطة. وهكذا ستقوم بالدخول بالسحب على هذا الهاتف أحباب في الله، وعدد الفائزين هما 20 شخصا أحباب في الله. ولما لا تكون أنت أو أنت من سيتمكنان أو يتمكنون من التوصل بهذا المنتج. إلى حدنا حلقتنا اليوم انتهت، وأرجو من الله أن نكون قد شاركتم وتقسمتم معكم هذه الفكرة، ولما لا أن يكون محظوظا أو محظوظة من خلال هذا الفيديو أحباب في الله. إلى حدنا حلقتنا انتهت، لا تنسوا لايك لهذا الفيديو ووضع كومنتر محفز، ولما لا اشترك في قناتنا وتفعيل خاصة الجرس حتى توصل دائما بجديد، وهذا ما عدك به في هذه القناة. شكرا لكم على وفاكم لنا، وإلى فيديو آخر بإذن الله.